خلينا نروح ل اخبار النادي الاهلي النهارده. اعاره والتر بواليا لمالتيا سبور التركي، خلاص تم اعاره والتر بواليا للنادي التركي الحقيقه وبنيه البيع، ونتمنى له يا رب طبعا كل التوفيق. والتر بواليا عمل اللي عليه خلال 6 شهور كان متواجد فيهم في النادي الاهلي. يعني لو حسبت والتر بواليا خد كام بطوله من ساعه ما جه لغايه دلوقتي، اقعد احسب بقى، ده اللي بعد بلاش اقعدوا احسبوا كده هتلاقوهم اكتر من عدد كتير. كريم فؤاد النهارده في حديث خاص قال انا اهلاوي بالوراثه واحلم بالتتويج بكاس العالم للانديه، هو ده الطموح الحقيقي اللي احنا دايما عايزينه، هم دول اللعيبه اللي احنا بندور عليهم او اللي النادي الاهلي بيدور عليهم، احنا دايما بندور على الطموح الحقيقي. عايز اخد كاس العالم للانديه وعايز اكسب كاس العالم للانديه. قال كريم ايضا ان هو شرف ليه ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي، وان هو بيشجع النادي الاهلي هو واسرته من وهم صغيرين لغايه كل اسرته تقريبا من هم صغيرين، وقال ان هو وقع على بياض على لمصلحه النادي الاهلي، وقال ان هو حقق حلمه، وقال ايضا ان هو بيلعب في 5 مراكز في ارض الملعب، وده شرحناه لحضراتكم امبارح مع كريم سعيد واحمد ثابت، وقلنا كريم فؤاد بيلعب فين وفين بالظبط. قال ايضا ان هو عارف كل الضغوط اللي موجوده عليه لما بيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي طبعا، لان فنله النادي الاهلي مختلفة تماما، وبيقولوا دايما الفنلة الاهلي تقيلة، مش اي لعيب يجي من بره ينجح في ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي. قال ايضا ان هو علاقته جيدة بكل اللاعبين او بمعظم اللاعبين، وقال ان هو بيشجع النادي الاهلي منذ صغره، وقال ايضا كريم فؤاد ان هو جاهز للتحديات القادمة، وقال برضه ان هو مبسوط بالتدريب تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني. لما اتكلم كريم عن هدف أفشة القضية ممكن لما اتكلم عن هدف القضية ممكن، قال لدي ذكريات عديدة مع مباريات الأهلي وانتصاراته، واحتفلت كثيرا بهدف محمد مجدي أفشة في الزمالك وكانت فرحة غامرة بالهدف. قال ايضا ان هو بيشكر جمهور النادي الاهلي اللي دعمه كتير حتى قبل الانتقال الى الفريق، وساقاتل واقدم كل ما يمكنني حتى اكون عند حسن الظن خلال الفتره القادمه. انا مشجع اهلاوي قبل ان اكون لاعبا في صفوفه، وانا فخور بان اكون جزءا من منظومه الاهلي. الحقيقه من الواضح ان كريم من اللاعبين الطموحين اللي احنا عايزينهم يكونوا متواجدين معانا خلال الفتره اللي جايه. الطموح الحقيقي اللي عند اللعيبه دي هو الشغف ان احنا ناخد بطوله كاس العالم، ليه لا ناخد بطوله كاس العالم، نرجع الدوري مره ثانيه، ناخد الكاس، ناخد بطوله افريقيا للمره ال11. هو ده الطموح الحقيقي اللي دايما بيلعب عليه لعيبه النادي الاهلي.